ومن تلكم الأشراط التي تتخلل أشراط الساعة الكبرى وكينونتها واقعة قرب قيام الساعة استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. إن الكعبة جعلها الله عز وجل قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، فتقوم بالكعبة وبأداء مناسكها يقوم الكون ويقوم الوجود، لأن الكعبة إذا هدمت قامت القيامة ولا بد، وستبقى الكعبة مهابة محفوظة مصونة حماها الله من كل من أرادها. إنها أول بيت وضع للناس، منهم من قال بأن الكعبة بناها آدم، ومنهم من قال بنى الأصل آدم ورفع القواعد إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وسواء كانت في زمن آدم أو في زمن إبراهيم قبل آلاف السنين، فإن هذا البيت جعله الله عز وجل مباركا وجعل فيه آيات بينات وجعله مهابة وحماه وصانه وأيده وجعل الأفئدة تهوي إليه، فكم أريقت عنده من دماء حفاظا عليه، وكم ذهبت عنده من جماجم صيانة له، وكم أريقت عنده من العبرات، وكم سالت الدموع، وكم حطت في تلك البقاع المقدسة الطيبة أرض يقبل تربها، كم حطت فيها من الأوزار وذهبت فيها من الأحمال، وكم أقر الله فيها من عثرات وأجاب فيها من دعوات وقضى فيها من حاجات وغفر فيها من زلات، كم شكى الشاكون إلى رب العالمين وحجها مئات الملايين إن لم تصل إلى المليارات منذ أن بنيت. ورب العالمين حافظ لهذا البيت. هدمت البيوت، هدمت القصور، ذهبت الحضارات، انتهت الممالك، وهذا البيت قائما تليدا شامخا مهابا محفوظا، لا قدرة لليهود ولا النصارى عليه، ولن يقدر عليه إلا أهله، كما قدر أهل الإسلام على بعضهم بعضا فلن يقدر على بيته إلا أهل البيت من المسلمين. أما أعداء الإسلام فالله عز وجل حامي بلاده وعباده ومقدساته منهم، فلا تفتجع ولا تخف أن يتسلط الأعداء على بلاد الإسلام، فالنصوص القرآنية والنبوية مانعة لهم ومخبرة بأنهم ممنوعون بإذن الله. وسيبقى هذا البيت معمورا في زمن عيسى ويحج فيه، ويبقى هذا البيت معمورا بعد هلاك يأجوج وماجوج. روى الإمام الحاكم وأبو يعلى من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. أي إذا ترك حج البيت وهدم قامت القيامة. وروى الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم، والإهلال تحديد نوع النسك، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء مكان ما بين مكة والمدينة، والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليتنينهما، إما قارن أو متمتع أو مفردا أو معتمرا. إذن في زمن عيسى سيأتي إلى بيت الله حاجا معظما لهذا البيت على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن هذا البيت، ليحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج. وهذه آية من آيات الله أنه سيبقى محفوظا، ليحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج. والحفظ لهذا البيت
دال على حفظ الله ورعايته. فإذا جاء قدر الله الذي لا راد له، وإذا جاء حكمه الذي لا معقب له، كما قضى بحكمه على موت الأنبياء، وقضى بحكمه على فناء الأخيار، وقضى بحكمه على فناء الأشرار، قضى بحكمه على ذهاب هذا المكان الذي عظم من آلاف السنين لتجرد كسوته وتنزع حليته، وليخرب الكعبة حجرا حجرا، تنقض حجرا حجرا، رفع الله عنها المهابة، رفع عنها الحفظ والصيانة، لتنتهي الكعبة من أجل قيام الساعة. قد قبض الأخيار وبقي الأشرار، فماذا بقي للبيت من حاجة؟ فسبحان من عمر هذا البيت آلاف السنين وجعل له المهابة، الآن كتب له الأجل، كما كتب الأجل على بيته وكتب الأجل على أنبيائه، أن يعمروا نحن وتطول أعمارنا. إذن قضاء الله النافذ وحكمه الذي لا راد له بفناء الكون وذهب الخليقة وتبديل العالم. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، ولن يستحل البيت إلا أهله، أي لن يعتدي عليه إلا المسلمون من أنواع الطوائف، كما اعتدى عليه القرامطة الباطنية فقتلوا الحجيج وربهم في زمزم قبل مئات السنين، واقتلعوا الحجر الأسود، وبقي عند نحو 20 عاما حتى رده بعض الملوك، والله أعلم كم دفع. أذن الله في ذلك الآن أن تتسلط على بيته بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وهو الذي توعد أن من أراد في ذلك البقعة، أراده في بلاده نية سيئة في تلك البقعة المقدسة، أن ينتقم الله منه. قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن عباس: لو أن رجل في عدن أو قال قعر عدن نوى على أن يلحد في الحرب لعاقبه الله في موطنه. فمن أراد تلك البقاع المقدسة لأهانتها فإن الله سيعاقبه ولا يزال في بلاده بحسب نيته. فعلى هذا قال: ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. إذن دمار البيت ونقضه على يد الحبشة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم، لأن خراب بيتكم سيكون على أيديهم. وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة بالسويقتين، يخرب الكعبة بالسويقتين من الحبشة، فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله، لكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين. جاء تصغير الساقين بالسويقتين، أي أن عنده ساقان، أن عنده ساقين نحيلين، وهي الصفة الغالبة لسوق السودان، لسوق السود غالبا تأتي أقدامهم نحيلة، فعبر عنه بذو السويقتين تصغيرا لساقين وتصغيرا لشأنين. ثم قال: أصيلع، أي ليس على رأسه شعر، قد انحسر شعر رأسه. أفيدع، والمراد بالأفيدع أي أن عنده انحراف بين فخذيه وانحراف بين ساقيه كانحراف الدجال. هذا التغير الخلقي للمفاصل، بعضها ليس متصلا ببعض، أو خرجت المفاصل عن أماكنها، هذا التشويه لخلقته يدل على تشوه في خلقه وما هو عليه. وروى الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أنظر إليه، أي أنا أخبركم الآن وأنا أنظر إليه، وهذا وحي من الله لنبيه، إني أراه
أصيلع، إني أراه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، أسود أفحج والفحج انعطاف في رؤوس الساقين وتباعد في مؤخرة الكعبين، أو كالذي اختتن فصار يمشي يخشى على نفسه من الألم فذاك حاله. إذن أصيلع أفيدع أصغر الساقين أسود أفحج يهدم بيت الله بمسحاته ومجرفته ومفرسه ومعوله وينقضها حجرا حجرا، من أجل أن يأتي زوال الكون وانتهاء الخليقة. أسأل الله جل وعلا يسمع العزن وصفات العلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يؤيدنا بتأييده، وأن يسدنا بتسديده، وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا كما حفظ تلك البقاع المقدسة والأماكن المشرفة.